أما زكريا ذو العشرة أشهر له حالة استثنائية، حيث انتظر والده قدومه إلى الحياة 12 ربيعا، وبعد مرور شهرين على ولادته رحل يحيى عن الحياة مخلفا وراءه محمد وأخواته الأربعة في دوامة الواقع السوري المرير. الله يرحمه يحيى، ضل بنستناه لمحمد شي 10 12 سنة، وجو 4 بنات حتى جاء هو. هو الله يتقبلهم الشهداء لما استشهد، يعني كان عمره شي حوالي شهرين محمد، يعني ما لحق يشوفه تركه وراح. كان حلم يحيى أن يكون في المستقبل ابنه أستاذ تاريخ كي يحدث الطلاب عن تاريخ الثورة السورية. ديروا بالكم عليه، ديروا بالكم عليه، ولا حدا يقتله. قال إذا أنا لحموده كأني عم نقتله، وإذا ما إذا حبيناه نحب البابا. كل ما ندللها مثل ندلل البابا. من سيعوض الشعب السوري آباء وأمهات كانوا ضحية الاستبداد في بلد كان يحكى أنه آمنا؟ فهل سيكفي محمد حنان الأم بعد أن فقد محبة الأب في يوم مظلم؟ جلال الحلبي، أورينت نيوز، حلب.